السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رشيد حباش، تاجر وخبير الأحجار الكريمة وتاجر الألماس الخام في سيراليون. يقول تشاد طمبل في القاعدة 42: ادخر مبالغ ضخمة ليس هذا أفضل. وأنا يعني لا أنصح بالادخار بل أنصح بالاستثمار، ولكن لابد للإنسان إذا لم تكن عنده وظيفة أو أصول تدخل له مبالغ ثابتة شهريا تكفيه لحياته اليومية، أن يكون عنده مبلغ موضوع في 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 تحت إشارته يتقوى به، خصوصا إذا كان يشتغل في استثمار طويل بعيد المدى والذي قد لا يعطيه الأكل في خلال سنة أو سنوات، وفي خلال هذا الفترة يحتاج أموال لكي يعيش بها، لأنه إذا انصرف للبحث عن عمل للتقوت ربما يشغله عن تكوين الثروة. إذا هذا ما يخص هذا الباب، وإلى فيديو آخر، والسلام عليكم. هذا في الحقيقة باب كبير جدا ويحتاج إلى تكوين خاص. إذا لا تنسوا الضغط على لايك وسبسكرايب، وإلى فيديو